السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقوم بإنشاء باترن في الإنكسكيب؟ موضوع بس بسيط جدا. تخيل عندنا مكعب ومستطيل بهذا الشكل، عشان نقوم بتطبيق لي باترن ببساطة شديدة من أوبجكت في الأند ستروك في الفيل. في عندنا هنا الباترن، هنا دي الباترن كامو فلاج، عندنا ستريب في عندنا الشيكر بورد. زي ما احنا شايفين في العديد من الباترن. طبعا لو رحنا للنود احنا هنا الثلاثة دوت ممكن نقوم بتعامل سكيل للباترن، هنا الدوران، هنا تحريك الباترن، ثلاثة نود نغير الباترن. طب ازاي ننشئ الباترن الخاصة بينا؟ هنقوم هنا بإنشاء مستطيل، باللون الأسمر، مستطيل تاني كنترول دي، وممكن نفعل السناب. المستطيل ده بلونه ليكن البني، نختار الاثنين، المستطيل الأول والمستطيل الثاني من Object Pattern Object to Pattern. نذهب إلى النود، من هنا ممكن طبعا نغير السكيل في الباترن أو الدوران أو تحريك البتر. ده كده ببساطة ازاي ننشئ بتر في الانكسكيب. هنشوف مثال تاني. ده كده المستطيل، هنا دايرة، خلينا نقول إن الدايرة بهذا اللون، هنسنتر الدايرة في المستطيل من قائمة Object Align and Distribute. سنتر، هنقول إن المستطيل ده مفهوش فيل، ولكن نختار الاثنين، نقول من Object Pattern Object to Pattern من النود. هنلاقي هنا ديت نغير السكيل، هنا الدوران، هنا تحريك البترن. ده كده ببساطة كيفية إنشاء باترن، كيفية تصميم وديزاين للباترن في لينكسكيب. أتمنى يكون درس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم.